وزي ما بدات الجلسه انا قلت انا بتعلم في احيانا القوانين بجهل بيها وبتعلم. بعض الاخوه طبعا احترام اللجنه التشريعيه انا فوجئت في مذكره مكتوبه من الاخ علاء منعم ممضى عليها 5 أو 4 انتوا كاتبين عنها في المقدمه للسيد رئيس المجلس. انا لما اتقدم مذكره رئيس المجلس بتقدم بيها عشان يحقق مش عشان اديها للصحافه واشهر بالناس. انا اكتشفت انه في الجرايد بكره النهارده كلكم قريتم وكل المواقع انه اللجنه دي لجنه غير محايده واللجنه دي بتماطل واللي انتوا قريتوه كله. تمام؟ فانا كان عتابي ان حضرتك قدمت مذكرتك قلت رايك سيب المجلس بقى رئيس المجلس يحقق. تمام؟ النهارده بقى كان حديثكم وكل جلسه بتحصل فيها هذه المشكله لاسباب التي ايه اللي يخلي نائب يتخانق ويقول لزميله بلطجي الجلسه اللي فاتت في حاجه قانونيه؟ مش كده؟ حديث القانون هو ايه بقى؟ هو المفاجاه اللي مش عارفينها مش قانون مش حكم ضد حكم. دول 40 حكم من محكمه النقض. تاني 40 حكم طالعين من محكمه النقض اللي بنحترم احكامها. نفس حاله احمد. عدم وجود التظلم الوجوبي، يمكن سمعتوا سياده المستشار لما قال اللجنه العليا حتى خطبت قالت ايه؟ لم يتقدم بالتظلم الوجوبي المنصوص عليه في الماده 54 و55 من القانون 45/2014. تمام؟ كل الاحكام بلا استثناء عملنا 54 و55 عدم قبول. فانا عندي 40 حقوق عدم قبول اهي يا فندم، لانه لم يتقدم بالتظلم الوجوبي. اللي بعديه هو برضه عدم قبول 54 و55. فبقى انا عندي هنا يا جماعه 40 حكم طالعين من محكمه النقض بتقول عدم قبول الطعن ضد النواب دول علشان لم يتقدم الطعن بتظلم الوجوبي، وعندي طعن واحد بتاع احمد لم يتقدم بتظلم الوجوبي ومع ذلك قبل الطعن. يبقى انا عندي هنا احكام مختلفه. مين اللي فسر الاحكام بسبب الحكم الاولاني والثاني؟ لا، دي احكام طالعه لنواب اخرين نفس ظروف احمد، عدم تقديم التظلم الوجوبي طبقا للماده 5 طبقا للماده 54 و55. تمام؟ بتقول ايه بقى؟ لو ما تقدمش بالتظلم الوجوبي المنصوص عليه في الماده 54 55 يقبل الطعن. كل دول احكام عدم قبول الطعن. فيبقى عندي 40 حكم طالعين من المحكمه المحترمه اللي فوق دماغنا بنحترمها بتقول عدم قبول وحكم واحد ايه؟ قبول. والدستور بيقول ايه؟ المواطنين لدى في الحقوق والواجبات متساويين. فدلوقتي بقى عندي